كابتن احمد فتحي بقى يعني كابتانه والاخلاق الاحترام جوكر سير دي باك ماشي باك رايت ماشي ديفندر ماشي اي مركز احمد فتحي يكون موجود فيه. مليون مبروك كابتن، تستاهل كل خير، تستاهل تتوج النهارده باللقب رقم 41. الله يبارك فيك. طبعا مبروك للنادي الاهلي، مبروك للجمهور. انا عايز اقول حاجه بس على علي، عشان علي معلوم من احسن لعيبه في الفرقه السنه دي الصراحه. انا لو انا بايدي ادي له احسن لعيب في السنه دي، عمل موسم احسن موسم يعني، هو على طول كويس بس السنه دي هو مختلف. ليك انت. فعلي الصراحه يعني من احسن لعيبه السنه دي، ماشي بشكل كويس على طول، ما فيش ماتش قل فيه. فاقول له مبروك اولا على الاداء اللي هو عامله طول الموسم، وان شاء الله يستمر احسن من كده. مبروك للنادي ومبروك لنا كلنا، وان شاء الله جايب احسن ان شاء الله. اليوم مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن اسلام. مستمرين معاك، يمكن حضرتك وصلنا فندق الاقامه للنادي الاهلي، ويمكن النهارده غالبا في نطه في البسين، فهنكمل معاك على الهواء وخاص وحصري لشاشه قناه النادي الاهلي بالهدوم يا جماعه، واللعيبه كلها تنزل بهدومها. مكملين معاك كابتن اسلام، وباذن الله هيبقى في تغطيه النهارده ولا اروع ولا اجمل. وانا تعبت الكرو بتاعي معايا النهارده، عويضه ودكروري ومنصف وعادل، يمكن لازم احييهم كابتن اسلام. واحنا في الباص وانت عارف الباص بيبقى ضيق طبعا، بس الحمد لله عملنا شغل كويس. مكمليك معاك في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي.